بعشق إلهام. ممكن أعدي عشان ما بقاش هيحصل معايا أهو أهو أهو. لازم ياخد كل أنواع. ممكن تيجي بس أنا عايز أسجل مع مدام إلهام هنا. ممكن نيجي الناحية دي. أنت عايز تيجي هنا؟ احنا دلوقتي في المعرض يا جماعة، جايين نحضر معرض أستاذ أنسي أبو سيف اللي المهرجان بيكرمه، وطبعا ده يعني علامة في الفن. والنهاردة يعني هنعرف بقى من نجومنا اللي اشتغلوا معاه، وهنحاوله هو كمان، ونعرف ازاي قدر ان هو يقدم الحارة في السينما المصرية بشكل مختلف في كل عمل بيقدمه. وطبعا هيكون معانا النجمة ليلى علوي والنجمة إلهام شاهين اللي جايين النهاردة علشان خاطر يحضروا المعرض، لان اعتقد يعني إلهام اشتغلت معاه في الهلفوت زي ما قالت، وكمان هنعرف من ليلى دلوقتي اتعاملت معاه في ايه. واحنا سعداء جدا ان هو بيتكرم في المهرجان. تابعونا. اللي هو بيه بص 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 أقول عمر. طيب ماشي. نعمل في الصوت بس كده. صوت طيب هلا يلا جاهز يا استاذه. يلا خلاص انا تمام. اتفضلي. احنا دلوقتي في معرض استاذ أنسي ابو سيف، وطبعا كان ليه تكريم كبير جائزه انجاز العمر في الدوره الرابعه المهرجان الجونة. وطبعا بيبقى في معرض مهم لكل فنان كبير بيتكرم، وحضرنا هنا معرض استاذ يوسف شاهين. النهارده بنحضر معرض استاذ أنسي. سعيده ان بتتعمل المعارض ديت وبنشوف الحاجات اللي يعني، وسعيده كمان استاذ أنسي محتفظ بكل التفاصيل اللي موجوده في المعرض. إلهام شاهين اشتغلت مع أنسي ابو سيف. طبعا عدت كتير. حالة ماضينا نسوينا لا